push. Come on. اسمي عبود من سوريا، عمري 24 سنة، من فترة شهرين وشوي تقريبا شهرين و20 يوم كان وزني 52 كيلو، وحاليا الحمد لله 65 كيلو. كان صعب علي جدا صراحة، يعني أنا كنت ما بحب الأكل أبدا، كان الموضوع جدا صعب علي، يعني أكل وجبة باليوم بالكثير، وياريت اسمها وجبة أصلا نص وجبة كانت يعني. كان الموضوع مخيف بالنسبة لي، إنه كيف راح أكل؟ كنت أخجل دائماً لما أمشي بالشارع، لما الناس تشوفني كنت دائماً خجلان، هيك حاسس إنه في شيء ناقصني يعني. قدام الناس، قدام أصحابي، قدام أهلي. عبد الله طلع وزنه 52 ل 63 كيلو خلال تقريباً فترة شهرين وشوي. ما شاء الله عليه، إنجاز رائع. على هو كان يأكل وجبة واحدة باليوم، اللي هي وجبة فاست فود أي شيء، لأنه بيشتغل تقريباً 12 ساعة باليوم، فمشان هيك بتسد نفسه، ما عاد له نفس إنه يأكل أكثر من هيك، وهذا الشيء الغلط، لأنه هذول الأكلات فيهم دسم كتير ودهون عالية، بتسد النفس خصوصاً على معدة صغيرة مثل معدة عبد الله، إنه في كتير شباب تلاقيها كتير نحاف بتعاني من النحف، وبيأكل وجبة واحدة باليوم اللي هي وجبة سواء شاورما بيتزا برجر، كل هدول فيهم دهون عالية، بتلاقي هاي الوجبات بتسد له النفس، ما عاد يقدر يأكل خلال اليوم، خلص فكر حاله إنه هو شبعان، ما عاد بده يأكل، مع إنه جسمه هو بحاجة لأكل كتير، لأنه مثل ما بتعرفوا هذه الأجسام عنده الميتابوليزم عالي كتير، فبحاجة لأنه يأكل أكثر من هيك. أول ما شفت الكابتن محمد حفزني الموضوع وسألته، كنت كتير أسأل الناس إنه كيف بدي شو أعمل وشو سوي، وما كان حدا ينصحني أبدا ولا حدا يحكي معي، فصراحة إنه لما رد علي أنا تحمست كتير للفكرة، وصرت أشوف فيديوهات إنه شو فيني أعمل، كيف فيني أكل، كيف فيني أتصرف في الجيم ما تجيني إصابة مثلا، ما يصير لي شيء. زادت وجباتي، كان الأكل أنظف، فلما كنت أكل أكل مثلا KFC، أكل هالأشياء هاي، كانت تحس إنه خلص أنا شبعان طول اليوم، يعني ما في داعي أكل. فلما صار أكلي نظيف صرت أكل وجبات أكبر ووجبات أكثر، يعني بروتينات الحمد لله ما دخلت أبدا أول شهر وعشر أيام، بعدين فترة لما شفت جسمي صار محتاج إنه أدخل له أكثر، صرت زدت الأكل، زدت بروتينات، صرت أخذ أشياء مكملات لجسمي يعني. طيب كيف هيك تحسن جسمه؟ أول شيء بخلال التمرين، لأنه التمرين بيخليك تجوع أكثر، فصار يجوع أكثر، صار يأكل أكثر، صار يدخل أكل نظيف، ما عاد في بس أكل فاست فود، صار أكل نظيف، دهون صحية اللي هي المكسرات، الجوز، اللوز، الفول السوداني، كل هدول الأكلات، بالإضافة للعصائر كمان، كل شيء سعرات دينس فود، فيهم سعرات عالية، وبنفس الوقت ما بيخلوكم تحسوا بالشبع أو بالتخم. والاكل اللي نظيف، الرز والدجاج والسمك، كله يكون نظيف، مطبوخ بطريقه نظيفه لحتى تقدر تاكلوا وجبات على مدار اليوم 4-5 وجبات. وهذا الشيء اللي صار مع عبد الله. بدايه ما كان في بروتينات، ما كان في مكملات ابدا، كان الاعتماد على الاكل اكثر شيء، فمشان هيك زود الوجبات 4-5 وجبات باليوم. بتمرن بالاسبوع 6 ايام، وعندي يوم الجمعه اجازه بس، اللي هو يوم واحد في الاسبوع. بشتغل صراحه محلات، بشتغل 12 ساعه باليوم، وبعد الشغل بروح على الجيم، بخلص شغل بلبس لبسي وعلى الجيم. الموضوع بالنسبة لي خوف، لما كنت امشي بالشارع اشوف الناس تنظر لي نظرة هيك، نظرة مريبة يعني، انه كنت كتير ضعيف، كانت ايدي مثلا مثل ايد او ايد واحد وزنه 40 كيلو مثلا، فكان الموضوع جدا بشع بالنسبة لي. لا، وجبة التشيت ميل او وجبة الغش مثل ما بنسميها، مثل ما قلت لكم هو نظف الاكل بس برضه في تشيت ميت، يعني هاي الوجبه بتساعد بزياده السعرات كمان، فضروريه بالاسبوع 3-4 ايام بالاسبوع لحتى تقدر تزود وزنك بشكل طبيعي اكثر، ساعدوك زياده الوزن اكثر، مثل البرجر، البيتزا، اي وجبه مفتوحه مو مشكله، بس المهم ما يكون انه اعتماد بس على هاي الوجبه واحده، لازم يكون في الوجبات الثانيه، يعني ما تاكل هاي الوجبه وتوقف، هو بياكل وجبه الغش وباقي الوجبات كلهم كاملين خلال اليوم، مو بس وجبه واحده اللي هي وجبه الغش، لا، كمان بده يكمل وجباته من الدايت اللي ماشي عليه. انا ما راح اكل مثل ما قلت لكم من هدول القصص اللي جايبينها، انا بس بدي البيض اشريك، انا بس بدي البيض، هو مشان يضخم انا خبصت كثير، بكفيني هاي. كل
قول هاي الخبزات كلهم قدامك. قول شاي بدنا هلا او والشهر 20 يوم. انا وعدت نفسي انه ما اشيك ابدا على وزني لمدة شهرين. فشهر 20 يوم لما شفت الاختلاف هذا في جسمي فحبيت اعرف وزني كم. كان وزني 61 كيلو الحمد لله. طبعا من البداية كان صعب كثير انه يزيد الوزن، بس بلش بالتمرين، صار في قابلية للاكل، زود الاكل، نظف الاكل، وان شاء الله بعد شهرين في مفاجأة كثير كبيرة رح تجي ان شاء الله. ما دام نحن مع الكابتن مو ستايل ان شاء الله باذن الله مفاجآتنا رح تكون كثير. كنت هيك الحمد لله، حاليا صرت لمدة شهرين 25 يوم بالضبط. كمان كمان ايه شوي 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 كمان 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 داك مات هنا كمان 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 ايه شوي شوي كمان اعطيك واحد يلا كمان 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 لازم ندخل بروتين لاني صار تمارين اعلى، اوزاني كبرت، الاوزان صارت اقل، وهلا راح ندخل البروتين سيريوس ماكس ان شاء الله. وبما انه صارت وجباتي، بما انه قابليتي للاكل صارت اعلى، فوجباتي لازم تكبر او تكتر من الاحرى. يعني هاي الخطوات الاساسيه اللي لازم يعملها اي شاب بيعاني من نقص الوزن، اللي هي انك تزود الوجبات خلال اليوم. ممكن تدخل مكملات، مو مشكله حتى لو من البدايه، بس بالاول تعود انه جسمك ياكل كذا وجبه باليوم. لا تتعودوا بس على الفاست فود، الاكل الغير نظيف من برا، لانه مثل ما قلت راح يسد الشهيه. نظفوا الاكل، خلوا الاكل يكون من المكسرات، الجوز، اللوز، الافوكادو، العصاير، الحليب، كل هدول ممكن تدخلوه لحتى تكون صحيه. يعني بتزيد من السعرات الحراريه اليوميه وبدون ما تحسوا، يعني بدون ما يكون في وجبه كبيره. بس بنفس الوقت كمان بتكون وجبات اساسيه، الرز مطبوخ مع الدجاج مع السمك مع الاكلات. ان شاء الله مكملين، ومثل ما قال لي هو من البدايه انه هذا بالنسبه له كان حلم، وان شاء الله هلا عم يتحقق. خلال الشهرين القادمين راح يكون افضل من هيك اذا الله راد. انا كثير فخور فيك ما شاء الله. هلا شركات الفتنس الموديل عم تتقاتل عليه لحتى انه تاخذ او توقع معه عقد، لانه يعني جسمه صار فتنس موديل مثل ما بنحكي.